اللي بدنا راح يقول عندنا مقطع جليل، واليوم بدنا راح نلعب مع بعض لعبة الكوابيس الصغيرة. واليوم في هذا المقطع بإذن الله راح يكون عندنا الحلقة الثانية من الجزء الثاني إن شاء الله. المهم طبعا في البداية زر اللايك، الاشتراك معنا في القناة، وأيضا لا تنسوا كلكم تتابعون صفحتي الخاصة بالتيك توك، الرابط موجود تحت، كلكم تابعونا يا جماعة، خلينا نوصل ل 10,000 متابع في أسرع وقت، لأن المحتوى راح يبتدي إن شاء الله قريب في هناك. أوكي طبعا مثل ما أنتم عارفين آخر مرة وصلنا بالضبط لهذا المكان، فقدرنا نحن نهرب من رجل الشتجن، وحين على طول وصلنا إلى المنطقة هذه اللي لازم نحاول ندفع اتوقع عشان نسوي لنفسنا قارب. فخلنا نبتدي ان احنا كيف ادفع. اوكي يلا بسم الله، تعال 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 ساعدني، ليتس جو. حلو اوكي، سوينا لنفسنا قارب الحين، وراح نعدي في وسط البحر. ماشيين في هذه الاجواء الضبابيه والمظلمه في نفس الوقت، بس كانه في نور جاينا من الجهه البعيده، بس ما ادري شنو هذا. يا جماعة ما بتسولفون ولا شيء، يعني انتوا لحالكم يعني سولفوا يا جماعة عن الملل. لا نغرق بس. هذا طبيعي. ايوه. كأنه في شيء هناك. لا لا اوكي، هذا اتوقع اللي يصير في البحر يحطونه. البعيد هذا برج ولا شنو؟ برج اتوقع في تلفزيون غرقان. يا عمي حرفيا كوابيس غريبة عجيبة. تلفزيون جاب البحر، هذا تلفزيون ثاني. يا عمي حرفيا هذول وش جابهم البحر؟ أحس البرج البعيد قاعد يتحرك معانا طبعا، إذا تشوفونه أنا قاعد أشوفه على خفيف تقريبا. أتوقع في الغالب أنتوا قاعد تشوفونه معاي. والله ترى قطعنا مسافة كبيرة لحد الحين. يمين أحرك الكاميرا، يمين أحرك الكاميرا أشوف. أوكي. بدينا نبعد. أوكي. بدأ الضباب يروح، أيوه. بدأ الضباب يا جماعة يروح، وشفنا مدينة مائلة. شوفوا المباني كيف. تحركون. الو يا اخوان المباني تحركون. وش الوضع؟ وصلنا اخيرا، طقينا مشوار صراحه في البحر. اخيرا وصلنا على طول لمكان نبتدي فيه او نكمل فيه بلا صح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعال معي تعال معي، ولا ما راح يجي؟ والله ما ادري ترى ما راح يجي. الو اوكي راح الله، والله على بالي راح يتكني في حالي. خلاص تعال تعال خلينا نشوف مع بعض احنا وين جايين. جايين المدينه المايله هذه راح يسميها. في باب هني. اوكي على ما يبدو لودينج، وطلعنا على طول في المكان اللي بعده مباشرة. دخلنا لواحة من المباني ولقينا هذا ما ادري شنو هذا، يذكرني في هاجي واجي. لا دقيقة حرك، ادخل هني. حلو. نط. انزين. إيه عندنا فتحة في الباب. أعتقد إنه لازم يساعدني. ساعدني. يلا أيوة ليتس جو. حلو. عدينا المكان. هو ما أدري كيف راح يجي، بس أعتقد إنه لازم أركب هني. تعالي أجي وأنط. وات؟ شنو هذا؟ لا! المفروض كنت انط الجهه الثانيه، ما ادري كيف طحت تحت، ما ادري صراحه. مو مشكله خلنا نصحصح دقيقه. انا لحد الحين ترى ما ادري وش السالفه، بس خلنا نحاول استوعب. التلفزيون انسحب. دقيقه. لا ما اقدر ادفع التلفزيون.
بس هم اقدر احرك هذا. شنو؟ ما اقدر اجيك، ما ادري كيف اجيك. انا اعتقد ان في شيء لازم اسويه. بجيك بجيك دقايق. السالفة فيها شيء هني. لازم ادفعه. دقايق انتظر ثواني. ادفع. ارجع. وادفع. ايوه 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 ايوه. نط. ايوه اعطيه التلفزيون. ثواني خلنا ندفع هذا. يا ساتر. المفروض اني قاعد اسويه صح. اوكي ركب ركب. حلو 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 حلو. انا على بالي ما ركب. لا طلع ركب. بينتظرني. اوكي بينتظرني الجهه الثانيه ولازم احاول. ليتس جو. امسكني امسكني. ليتس جو. كفو. حلو وصلنا على طول يا جماعه الجهه الثانيه. خلنا نعدي. وش عندنا هني؟ هذا لا ينكسر علينا بس. ها؟ ها شنو؟ الو؟ والله للامانه يا جماعه ما ادري ايش السالفه. في شيء غريب شفته بس دقائق قبل لا اروح. ايش السالفه؟ ايش الموضوع هني؟ عندنا فتحه، خلنا نكمل طريقنا. وهم الباب هذا ممكن نحن نمر منه. يبين ان احنا مر بس قاعد اسمع صوت غريب. ايوه تلفزيون. ايش السالفه يا عم؟ ايش الموضوع؟ الو امشي. يا اخي اتركني في حالي خلاص. شكل لازم اروح للتلفزيون. في شيء تلفزيون اكسره يا عمي، سوي شيء. انا شو اوكي يوم حطيت يدي عليه لازم اقرب. ايوه وبعدين جماعه انا مو فاهم. لازم اقرب لازم اقرب لازم اقرب. روح 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 روح. والله انتقلت. الباب اللي شفناه في بداية اللعبة اول ما بنينا على طول في الجزء هذا احنا شفنا الباب هذا. فضال لازم اروح اركض واوصل له. بس خلنا نشوف معاكم يعني ايش موضوع الباب بالضبط. ايوه الو. انقذني. والله ترى يا جماعة انا ما ادري ايش قاعد يصير. حرفياً ترى ما أدري إيش قاعد يصير. قوموا صح صح قوموا. قمت هلوس والله من التلفزيون هذا. أيوة. هاي انسحب. ساعدني ساعدني. في فتحة ورا. خلنا نجرب. نقدر نعدي. تعال تعال. هذه يا جماعة مدرسة. اركب. خلنا ندخل المدرسة. مدرسة الطلاب أكبر من حجمي، محتاج أقول لكم يا جماعة. طفينا الإضاءة ما أدري ليش. إيش سالفة الصورة؟ وين الحين ما جاء؟ يمكن بيتأخر. في فصل. هلا وناداني ولا شنو؟ دقيقة كان في شيء هني. أه
وحرفيا ما ادري لو الغرفه لها هل قصد اني اخذ شيء من الاشياء واروح استعملها برا؟ ترى ما ادري حرفيا لاني ما اشوف اي شيء يعني مفيد هني. الباب ما ينفتح، خلينا نجرب نروح نرمي على الصورة اللي شفناها هناك اللي هذه. ايه في شيء غريب. ياب انا قلت في شيء غريب. تقدر تساعدني او اقدر انط؟ اقدر انط. اوكي في شنو هني؟ في عندنا كرسي واحس احنا لازم ننط هني. اي حسيت والله. اجلس. اوكي ليتس جو. باقي شوي. اوكي نط بعد اكثر. زين لا ما نطيت صح، ما نطيت صح يا عمي. ليش مو قاعد انط صح يا اخي؟ اركب هني وعطى نطه صح. ليتس جو. وصلنا على طول تحت. ما معنا شمعه. انا مستغرب الجزء هذا يا جماعه ما في شمعه. الجزء طاف كان في شمعه نقدر نستعملها، فكانت شوي تعطينا اضاءه في الاماكن هذه اللي بالظلمه هذه. عدي. ايوه هاي انفتح. اسحب ساعدني. اسحب معي. ليتس جو. كفو مشينا. حلو. وش هذا الصوت؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد يا جماعه. اتوقع انه واضح، موضوع واضح وصريح. اوه ماي جاد في فخوخ. هاي في حد جماعه، في حد. اوه ماي جاد انا حي. في احد ترى قاعد يركض. لا اله الا الله. في ناس، في طلاب حجمنا. وين راح؟ لا اله الا الله. في هني طريق. هذه فخ. تعال ساعدني. بيطيح شيء. ها انتبه. نط نط نط. او ماي جاد. المشكله اني ادري انه في فخ، بس الفخ طلع مو اللي واقف جنبها، لا الثانيه. انا توقعت هذه الفخ. لا مو هذه الفخ. ليتس جو ليتس جو. طلع لازم نطلع الفخ عشان نعدي. تعال انت، وين رايح؟ وين رايح هذا؟ المشكلة حافظ اماكن فخوخ فيدري ايش السالفة. انا ما ادري. داخل. اطلع. اوي الو. ها هذا مو بشر. لا لا دقيقة. أخذ المسكين. وين راحوا؟ راحوا فوق. راحوا فوق يا جماعة. يعني الحين مهمتنا مو بس احنا لحالنا، مهمتنا الحين لازم نلقى هذا. تعال. تعال. أنا لازم أهرب. مو تعال، لا لازم أهرب أنا. دقيقة. أي زر اللي؟ تعال.
خذ، لانه طبعا شو اسمه من فخار صاير هو، ومن فخار شنو يعني؟ شنو يعني بالضبط؟ شلون اقدر اعدل المكان؟ ما ادري، دقيقه عطنا هاي مره ثانيه، خل نروح للحبيب. كسرنا اوكي، ايوه ابلع. انتظر شوي، انتظر شوي، اوكي اقدر اطلع، مفروض اني ما اموت. خلاص عاد بسلاحي، سلاحي اقدر امشي، بس شكلي ما احتاج استعمله على طول لانه خلاص لازم اجي هني. حرك يا سيد، حرك يا سيد، اركب ومشينا. صوت خطوات، قلت يمكن في مفتاح، طلع لا. صوت خطوات، هلا ابوي. او ماي جاد، كيف اقدر اعدي؟ اقدر اتوقع امشي؟ كمل، انتظر، الصبر زين، الصبر زين. كان ترى يمديني اعدي بعيد، لكن فضلت اني انا امشي على راحتي. انتظر شوي، ايوه يا رب اني ما انكشف، قد اكون غلطان. وصلت، هذا المفتاح فوق. خطأ جسيم جدا، لأن إذا طاح هذا راح نمسك بسهولة. كيف بركب فوق؟ حرفيا ما أدري كيف أوصل فوق بدون ما انكشف. دقيقة، نط، تعال هني، تعال هني. او ماي جاد، او ماي جاد، يا ساتر يا الشكل، ما في احد. هات هذا، والله شكلها يخوف. شكلها كمية رعب. لا تفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. كيف عدي؟ زين؟ أنا ويني؟ أنا ما أشوف ترى ويني؟ مسوي لهم اختبار وأنا متورط في الاختبار هذا. أنا يا عمي أنا واقف قدامها ولا أدري، حجمها كبير شلون أدري؟ ما أدري ويني أنا. من جديد، يلا من جديد، أخذت المفتاح صح؟ المفتاح معاي؟ المفتاح معاي دقايق. نحاول نعدي من هني، لو أدري ويني والله ما طلعت. وين تطلع وهاي موجودة؟ شوفها وعصبية بعد. يلا روحي، تكفين تكفين روحي. أوكي زين، هذا أنا، هذا أنا. انتظر شوي، أعتقد لازم أروح تحت كراسي الطلاب، يعني بالطريقة هذه
ما انكشفت. ويني ما شوفني؟ اوكي هذا انا مفروض ما تشوفني المفروض. وين بتروح الحين؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شنو؟ ها اسرع 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 يا ساتر يا رب. او ماي جاد وصلنا على طول يا جماعه المكان اللي بعده، بس اتوقع اني راح اوقف هني. اعطوني رايكم باللي وصلنا له، صراحه حماس مو طبيعي للعبه. زر اللايك والاشتراك وخلكم متحمسين الحلقه الجايه باذن الله تكون حلقه جدا ممتازه ونكمل فيها ونستمر في اللعبه. نشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في حلقات اخرى، ومع السلامة. اللايك امره مهم، ضقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.